ضمن الحملة الوطنية لمكافحة بوابات العبور للإدمان، أقامت كلية الصيدلة بجامعة دمشق بالتعاون مع نقابة صيادلة سوريا والاتحاد الوطني لطلبة سوريا والمنظمة الوطنية لمكافحة الإدمان ورشة عمل تفاعلية تحت عنوان كي لا أكون مدمناً. أمة ذات تاريخ وجذور، لا تخدر بمخدراتكم، لا المالية ولا الثقافية ولا الفكرية ولا المادية، لأننا أصحاب قيم وحضارة وأخلاق. لذلك هم يعانون الآن من أن جيلهم الشاب بدأ بالانهيار، وجيلنا الشاب هو الذي وقف أمام 100 دولة. فالشكر لكل القادة الفكريين في سوريا والمثقفين الذين أنبتوا هذا الجيل الذي يقف اليوم أمام انتشار المخدرات. سوريا أقل بلد عربي بانتشار المخدرات وأقل بلد عربي بتعاطي المخدرات. أنا لا أقول هذا نوع من التحيز إلى سوريا، لا، هذه حقيقة إحصائيات دقيقة قالت ذلك. وليس لفقرنا كما يشك البعض أن الغنى يأتي مع المخدرات لأنها تسهل، لا، الشاب السوري والفتاة السورية لا زال لها جذر عائلي، والعائلة ما دامت في سوريا تسقف فإننا لن نخترق بإذن الله. وهناك قيم وعقيدة نتمسك بها، هذه القيم والعقيدة تمنع الإنسان من أن يحتقر عقله وأن يغيب فكره وعقله في هذه الفترة. وليس الإدمان فقط الدوائي، نحن نقصد حتى الإدمان الرقمي، وهذا ظاهرة أصبحت تؤهل أيضا. طبعا الإدمان الدوائي له شق أيضا، وهو إدمان عبر المخدرات أو عبر الأدوية المهدئة أو الأدوية المسكنة، أو قد يكون هناك ضعف في شخصية هذا المتعاطي ليأخذ هذه المادة الدوائية. أما بالنسبة للتعاطي بالنسبة للإدمان الرقمي، وهذا أصبح ظاهرة حتى بالنسبة للأطفال، وهذا يجب أن ينتبه عليه الأهل حاليا. أصبح الطفل في غرفته يعني يتعاطى مع الاتصالات الحديثة من الانترنت، وخصوصا هذه مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أصبح يعني يترك دراسة هذا الطفل من أجل أن يتوجه لهذا الأمر، وهذا من الخطورة بالشيء، أنا بعتبره أخطر من المخدرات. هذا واجبنا جميعا الذي يبدأ من الأسرة، عندما نراقب أولادنا، نراقب البرامج التي يتعلقون بها، التي تغيبهم عن المجتمع، التي تغيب العقول، وهذا مسألة في غاية الخطورة. لذلك يعني هذه الفعالية لها دور كبير، وخاصة في كلية الصيدلة، لأن من الصيدلية أيضا يبدأ العمل الجاد والعمل الصحيح، وهذه طبعا يعني هي شمعة أيضا نشعلها في سبيل الانتصار على ظلام المخدرات. وكانت مشاركة طلاب الصيدلة عبر منشورات وملصقات تتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى الإدمان وكيفية إيجاد الحلول للتخلص من هذه الظاهرة. ضمن هذه الحملة بلشنا بورشة تفاعلية مع طلاب من جامعة دمشق على اختلاف اختصاصاتهم. طبعا الشيء المميز أنه اللي شفناه أنه هن ما اقتصرت على القطاع الطبي، كانت الورشة فيها طلاب مثل ما شفنا شاركوا حتى ببوسترات من الكليات الأدبية وعلم النفس وغيره. ونحن بمشاركتنا وتنظيمنا لهي الفعالية كاتحاد وطني لطلبة سوريا حبينا ناخذ دورنا من ضمن مؤسسات الدولة ومنظماتها يلي لازم اليوم يكون لها دور كتير فعال بتوعية الشباب، وخاصة بهي المرحلة، بأهمية مكافحة الإدمان على اختلاف مسمياته، سواء مخدرات أو تدخين أو كحول أو حتى الإدمان الرقمي اللي رح نحكي عنه اليوم. فكتير مهم اليوم كل جهة من هي الجهات تاخد دورها بشكل فاعل لحتى نوصل بالنهاية لبناء شاب سوري مثقف يقدر يمثل بلده خير تمثيل أينما كان. الدور بيبدأ من عنا لنوعي الشباب، لنوعي الطلاب. صح هو موضوع دائما من بيتوعوا فيه الواحد بالبيت بالمدرسة، بس دائما لابد أنه نرجع نذكر، لأنه هو موضوع كتير خطر وكتير له أهمية كبيرة، وهو بداية انهيار أسرة وفرد ومجتمع. وبالنهاية إذا انهار المجتمع فنحن كيف بدنا نبني الوطن؟ كيف بدنا نرجع نطلع من اللي نحن فيه؟ فلازم بالأول ندعم الطلاب، نوعيهم أكتر، ليقتنعوا أكتر، يعني شيء عن اقتناع، شيء عن انه هن فعلا مقتنعين ليش هن عم يعملوا هذا الشيء. الورشة ركزت على اضرار المركبات التي تؤدي الى الادمان والاثار النفسية والعصبية التي تؤثر على سلوك المتعاطي، والتركيز على دور الجامعات في التوعية والتواصل الفعال مع الطلاب وشرائح المجتمع المختلفة لتوعيتهم
وحمايتهم من الإدمان.